هذا الجدل هو مفهوم، لأنه في الواقع الأمر كل الشخصيات السياسية التي يتردد اسمها الآن هي جديدة على حقل وميدان العمل السياسي، وكلها ظهرت بعد الثورة بعد 2012. إذا يوسف الشاهد لم يكن معروف في الحقل السياسي، لم يكن مقاوما للاستبداد رئيس بن علي سابقا، كان منصرفا إلى دراساته وبحوثه وأعماله العلمية، ولم يكن يشتغل بالسياسة، ومن الطبيعي جدا أن يثير ذلك هذا الجدل. بالنسبة لمسيرته السياسية، أعتقد أن اسمه ظهر مع أول حكومة شكلها حبيب الصيد، شغل فيها منصب كاتب دولة في وزارة الفلاحة مكلف بالموارد المائية والصيد البحري، وعرف بأنه تكنوقراط. عندما وقعت أزمة نداء تونس دعاه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وكلفه بمهمة رأس لجنة لإيجاد حل للأزمة داخل نداء تونس، ولهذا إذن هو معروف بأنه شخصية قريبة جدا من رئيس الجمهورية ومخلص لرئيس الجمهورية. يوسف الشاهد وينتمي إلى جيل الشبان في نداء تونس، يحظى بشعبية داخل شباب منخرط في إطار نداء تونس. حركة النهضة شخصيات مهمة فيها لن تعترض على توليه منصب رئيس الحكومة، وكذلك الحزب الاتحاد الوطني الحر الذي هو الائتلاف الرباعي يشارك في الحكومة، وحزب أفاق تونس. إذن يبدو أن الأمر سيحسم في صالح تكليف يوسف الشاهد كرئيس حكومة.